الو، مرحبا، كيفك من جحا خانو؟ ايه انا منيحه. شوفي، عزمتك على غدا، بنتك بدها تعمل لنا ملوخيه اليوم. بنتي؟ لك بنتي ما بتعرف تطبخ؟ ايه بنتك رح تطبخ اليوم. ماشي، رح نجي اليوم. لكن مع السلامه، الله معكي، باي باي. باي. اليوم رح تنفس انت القنبلة. وليها فا لك شو بدك يا ختيرة الجن؟ شو قلتي؟ ما سمعتك منيحة. شو قلتي؟ شو قلتي ها؟ قلت لك ملائكة الجن يا حمد. ها ليش العالم بتحط الخيار وليش انت بتحطي باذنجان يا حمارة انت؟ ها ما بت يعني عقلك ما بيشتغل ابدا؟ ما فيه مخ ابدا ما بيشتغل؟ لانك خلص الخيار عنا حطيت باذنجان. امي روحي على المطبخ، اليوم عزمت امك على شو اسمه على الغدا، بدك تعملي ملوخيه اليوم. انت لازم تطبخي اليوم. انا اطبخ؟ لكن مين بده يطبخ؟ انا يعني؟ انت كمان لازم تطبخي مو بس انا. قولي يا اليوم فيكي قنبله نوويه، شو اعمل انا؟ شو بدي اعمل؟ ماشي رح روح. هاي فلسلة خلينا نفتحه. اكيد انفجار الذرية من المطبخ. ولي عفاف رح اقتلك اذا من المطبخ وبتشوفي يا بنتي. هذه يا مرأي مرسيلوك شوي. هاي اجت مليحة خانو. مرحبا. تفضلي تفضلي. بيتي. شو كيفك؟ الحمد لله والله. نادي لي يا بنتي مشان نشوف طبخاتها. يا على عيني وراسي رح نادي لك يا انا. ولا عفاف يا بنتي. ولا عفاف تعي تعي. لك جاي. اي ماما طبخت لك احلى. اشتركوا بالقناة إذا عجبكم مقطعها. لك هي زوجة عفاف مجنونة، ليش تغوصن؟ هذا زر الاشتراك، اشتركوا فيه واعملوا لايك.